مرحبا لكل مشوفونا، تحية كبيرة من خلال هذه الشاشة. طبعا يمكن انتم قاعدين بالبيت زهقتوا من قد ما سمعتوا تعليمات اقعد بالبيت خليك بالبيت. اليوم راح نغير المود، اليوم راح نحكي بإشي نحاول انه نسليكم فيه او نقدم لكم معلومة، نقدم لكم عبرة، نقدم لكم شيء وان شاء الله نتنال اعجابكم. اليوم نحكي عن قصة حصلت قديمة. القصة بتحكي انه في شخص كان سكان المفرق، هذا الشخص اسمه السليبي كما يقال في الأروية وفي الحديث. هذا الشخص قعد 20 سنة ما أجا ولد. بعد 20 سنة الله أرزقه بي ولد. هذا الولد تربى وترعرع عنده بعد ما كان محروم من الخلفة. فتخيل قديش كان يحب هذا الولد وقديش كان له مكانة كثير كبيرة عند هذا الرجل. وفي يوم من الأيام هذا الرجل قرر أنه يطلع يصيد. فالولد قال له بدي أطلع معك، قال له لا خليك في البيت. وصى أم الولد أنه اوعي تطلعي وراي على الصيد، كأنه الزلمة كان حاس شيء مش طبيعي. الزلمة راح يصيد والزلمة كان من الصيادين الماهرين، ولعلمك ترى كان معلم الولد على فنون الصيد والقتال والفروسية، والولد كان صنديد يشار له بالبناء. فهم أثناء الصيد الرجل بيصيد، الولد غافل أمه وطلع وراها، طلع ورا أبوه على الصيد. وهم بالصيد الرجل بيكون يصيد، بيصيد من تحت الطور زي ما بيحكوها البدو، والولد كان فوق الطور. فكأنه الولد يعني بيصيبه حالة من النعاس، بنعس شوية، بينام على راس الطور من فوق. أبو الولد من تحت الطور كأنه شاف زي الحبرية أو زي الطائر بتصيده أو أي شيء من هذا القبيل، فعين البرودة عليه فضرب الطلقة. فلما ضرب الطلقة كأنه نقز أو قلبه خاف الرجل. فلما أجى عليه لقاه سايح بدمه، لقاه مجندل زي ما بيحكوها. مسك الولد تنهد تنهيدة قوية، أخذ الولد ورجع على أمه بيجي يحكي لها الخبر إنه كيف ذبح الولد هذا وحيدها كمان، والأم بتعرف قلب الأم دائما ضعيف. فقالها بدي اياك تروح تجيبي لي طنجرة عمره ما انطبخ فيها لعزة أو لميت. فراحت على البيوت كلها ما حلقت، يعني لقت إنه كل بيت من هذه الدنيا كان في حل مصيبة أو حل حالة وفاة. فرجعت قالت له يا رجل أنت عجزتني، ما في بيت إلا صار في حالة معينة. فقالها مدام أنت حكيتي لي زي هيك ما أخبرك إلا إنه الولد صار معانا 1 2 3. فالأم أخذتها الحسرة وقامت يعني تتوجد على ابنها. بعدها بتروح الأيام، بتيجي الأيام، بتموت وضحى مرت نمر ابن عدوان. ويقال إنه نمر ابن عدوان كان يبكي عليها مثل ما تبكي على أي شيء، وهذا كان عند العرب يعني شيء في منقصة أو في خطأ أو في من هذا القبيل. فلما سمع هذا الرجل قال يعني نمر بلك على امرأة، فبعث قصيدة يوصف له حاله فيها. قال في بدايتها يا راج بل ما لحالها الكور شدي، قم يا ولي في واعتلي فوق هياف، تسبق نسيم الريح يوم انت مدي، واسرع من اللي بس ما ريش هرداف، ودي تزور الهند والسند ودي، وتدور الدنيا من الكاف للكاف، ودي لابن عدوان مكتوب ودي لنمر هلي للخطاطير وقاف، يا نمر وين اللي بنا قصر جدي، وين الصحابة يا نمر وين أهل كاف، وين السليم مني يا والتصدي، والبين مال الطمخ دوده ولا شاف، من قبل منك مرود العين صدي، والعين تذرف دمعها جواز ورداف، على جنين البول العمر مدي، هو مهجتي يا نمر جوات الأسنان، صيد الحباري والحر زايدين بشدي، وناثرن من الجنحان على الراس رفراف، كلاح لي بالزول مثل المهدي، مش الفتيلة وناهضينه بالكتاف، وعلمي مغيطن ما تغلطن بيدي، صار الطلق من ثوعته والقلب خاف، يوم نظرته هدب عينه مندي، يخبط حمر من جوت القلب نساف، شلته بيدي والتقيته بزندي، وهل الدمع من مقلة العين رشاف، وناديت بجنح الليل واقول يا مفهدي هيي لقرن ماني شلبين بطراف، راحت ورجعت وكثرت بالتفدي، وتقول عزريين ما حدا عاف، لاصبر على جور الليالي وحدي، وتقول عزريين ما حدا عاف، الموت ما ينهى كثر التهدي، يرميك لو انك على راس مش راف. الى اللقاء.